بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. كتاب كان لبار رموت بخساب سنياي الصيد وغارت إيوه وغارسي لبضبا مصدر يين لو لجيدو حيوانكي لو غارسناي لبدبا والذبائح نو جمع ذبيحه ولو لجيدو غورعه يو وخي احكام او كسواروري. قال رحمه الله: حدثنا اسحاق ابراهيم الحمدلي قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمه أنا وحان سيدايا وغارت أن قدرا إيو لتوبري فيمسخنا علي وغارتي أيها سي قبتان وأذكر اسم الله علي إيه غمر كان درانا باسم كانوا قبتا. فقال نبوح إذا أرسلت كلبك المعلمة إيه غا توبرن هدا درته وذكرت اسم الله عليه باسم كان عدو قبط مركا دره فكل عن وحيوكو قبطو. قلت وين قتلنا ايه هدي دلانا. قال وين قتلنا حتى هدي دلان ما لم يشركها حدوس كلا قيب جلين كلب ليس معها اي يدا عن كم دهين وملك لكيم حدوس كلا قيب جلين. قلت له نبي قحان كوير عليه الصلاة والسلام: فإني أرمي بالمعراض أن وحن تورا معراض معراض كمركوا أول أفكه هراء أيوه كل هذا مضع معراض كحسن تورا السيد وغارتم كتورا فأصيب والله لا. قالوا إذا رميت بالمعراض فخزق مركي معراض كأطورته أو مده أفكي سمضعها أيوه كل عين وغارتي ومذي فكله عن وإن أصابه بعرضه لكن بالله هذا أغدعه ويستغل سيدة أصعدة وحيوان كسا أغدعه فلا تأكل مركها عنه هذه لكن يستغل سيدة أنت أغدعه أفك وكمده مركز وبنايا وفلارتي ولم يدي لكن هذا بالله البرار أغدعه سيدة أغدعه وديتنا حيوان كماشي أغدعه ووصا كل انته عنه. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انا قوم انا وقال انا ان السيد واغارنا بهذه الكلاب ايان. قال النبي وحير عليه الصلاه والسلام: اذا ارسلت كلبك المعلمه اذا ارسلت دادرت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله عليها فقل مما امسكنا عليك وان قتلنا حتى هديت لنا الا ان ياكل الكلب فإنك لا دوح كعنه فلا تأكل فإني أخاف وحنك بقى أن يكون أيق إنه إنما أمسك على نفسه إنه سوى قبصدي وهذه هو سنكو قبنين. وإن خالطها كلاب من غيرها أي كلا أدي أي هوش لقبتان فلا تأكل هعنين. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض قال: إذا أصاب بحده أدوب البر رغدعه فإذا أصاب بحده أدي أفكيس حد أفكيس مضع دوخو هلاله فكل عن وإن أصاب بعرضه أدوب البر رغدعنا وفقدت له دلوه فإنه وقيد ووقيدة فإنه وقيد وقيد وإيه فلا تأكلها عن وقيد حلوة الموقودة قرآن كسوكم الجرين. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة موقودة ديوانا موقودة معنى ذو محايا هاي ناف قل لدعي سوما هاي فدي سنسا قل انت بربو انت وقاتات قلو فتي وادعي لم عني كره يا كنا سيدي لم يدعمك.
واي فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله أي عليه مقع إله إن آت حسته فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإن إنما أنسك على نفسي. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر أي كلب هذا نقطة فلا أدري أيهما أخذه متك قبتنا عن انقرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. إيه قال يا بسنكو قوات إيه قال بسنكو ما هذا قبن. قال رحمه الله حدثنا يحيى أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي سفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن عتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فذكر مثله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي سفر أي حديث كان نوشيغ وعن ناس وحو كالو نوغشيغ شعبة دات كالانا ونوغشيغ وياي مركب معنى دعيتهاي شعبة وحو كوري عبد الله بن أبي سفر وعن ناس دات كالا ذكر شعبة شعبة وشاغة لكن أنا اللوبي سيدا يادها غندر عن الشعبي أي كوريين قال الشعبي وحر سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراض قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا وما أصاب بعرضه فإنه وقيد. وسألته عن سيد الكلب قال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه. قورع وحاوه قبشت أي وقبطي يا قورع فإن وجدت عنده كلبا آخر فغشيت أكبر أن يكون أخذه معه إنه لغبطي وقد قتله اون الدلي اي غسو شي غسو نول اوغارت ايدو نول هدا او تيمادو اي مركا سو غورعان بيسكا قوانه لك دو دنتي. فلا تاكل عون انما ذكرت وحد حست اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن ابي زيد بهذا السند. قال الرحمن الله حدثنا محمد وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا درس بناء عدي بن حاتم ودخيلا من دخيل هنا وها دخيل وادتك صاحب بدأتك واسدحك علي وكلنا اسدحك علينا أيوها وعبنا نومك لقرصوني وربيطا من مرابط نواها ربيط من هيك كجر هديها هريها بين ايوها بنارين ماشي نهرين اللي يرادو انه سال انه ويدي النبي عليه الصلاه والسلام قال ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا لا ادري ايهما اخذ. قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال الرحمن حدثنا محمد وليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا الشعب عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال الرحمن حدثني وليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي المسلم عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله بسنك وقضى فاذا امسك عليك ذوق غبت فادركت ذكاته فأدركته كدبت ما دحي نسوى نول فذبحه وإن أدركته ودى صوها لا يشو قد قتل ولم يأكل منه وحنا أسنقعني فكله أسكعون وإن وجدت مع كلبي قلبا غيره ودى تكوارته وقد قتل وند لي فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما مال ندوك مغناظه فلم تجد فيه أتكويده إلا أثر سهمك ليبكا غرات كيس ما هي فكل عن إن شئت دار ربطه وحول جيدا وغار
أياد واحد كتورتي فلار وأخذ عادي ولا بحصدي ورادي سوى رادي سوى ويس ما نودن بس أو رادي نسا ما نمشي دم بحد كوار تسوقو ميلي على هدي الله روك روجنا وحكلا أو داو عوقي على مجر وان كاهين فلار تيا دوا أخذ فطين نبي مركو حلا دارب تسكون فكل شيء تا وإن وجدته غريقا في الماء هدي أد لقول أنتو يسوقو بيها كوهفتي فلا تأكلها عنين محايا لما فلرت هذا قد انت مسبيها ايات دليل لما يقان قال رحمه حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيد قال اذا رميت سامك فاذكر اسم الله فان وجدته وقد قتل فقل الا ان تجده قد وقع في ماء فانك لا تدري الماء قتله او سهمك قال رحمه الله حدثنا النادي بن سريع قال حدثنا المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أنه حلت كنا هي تدعو الكتابة نأكل في آنيتهم ولشو ذا يوم حسقعنا وأرض سيد لول أغارتو أي كبضان تاين واجوغنا أسيدو بقوسي قانسدي ذا ينقو أغارسدا وأسيدو بقلبي المعلم أو بقلبي الذي ليس بمعلم إيه أنت وبرنين وكو شقيستا فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك محا حلال نواه نوشه قال النبي حر عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتامية تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ويلا شو ذا ويلا العنية دهيلي كرتان ويلا شو ذا كوعنينينا وإن لم تجدوا وحكى الهداد ويسان فاغسلوها اسكم ما يرى اسكدقا ثم كلوا فيها كده من كوعنا بلاي هدير ربان كوعنا عند وفار إيه خمرو إيه بلاي كوعنا إيه وأما ما ذكرت أنك بأرض سيد فما أصبت بقوسي قويح على الله لا شقان صدى هذا فاذكر اسم الله ثم كل ذي تنعون وما أصبت بقلبك المعلم وحي أتكوها شو إيه آية تبرا ثم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بقلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل إيه آية أنت تبرنا وحي أوقبته ونقول الأبوسه قارته وقور عنه لكن هدي أولنتي سيدا مثلك لو حلال وهي حلال معها وبغتيه كما بنانا قال الرحمن حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا موهبي قال أخبر حدثني زهير بن حرب قال حدثنا المغري كلاهما عن حوية بأسنادنا وحديث المبارك غير أن في حديث ابن وهب لم يذكر فيه سيد القوس قال الرحمن حدثنا محمد مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن أدوس قرم نبي صلى الله عليه وسلم اسكعون قال رحمه الله حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث إنك وغار صواه على سد حبيبين كبعد حونكي سمحوي هاي قال نبو حرف كل ما لم ينتن دوس قر من عن قال رحمه الله حدثنا محمد حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معي بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلب الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم يكوري حديثه في سيده ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وابي الزهراني وابي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلب الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر مشي نتونه قرن كيسة في الكلب وقال في الكلب يقول بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعوا سيد أحمالنا كذب بحتى داعش اسكعون وسن قرمين قال رحمه الله حدثنا أبو بكر شيبة قال إسحاق إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس
عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع نبي وحودي ذي سبع كستا ومعي وكو غرصد له نبي ودي ذي عليه الصلاة والسلام في لبكسين لعنه معي وكو غرصد مره دولي هاي وكي يسوقلا وأسوقلا لباحي يدروالكي يشبالكي يهرمعتكي يدواعدي يواركي يو كل واحد صار نعيده ذي فوق عصدان وايا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال آخرين حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق إسحاق بوحو قدري وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ينوير ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام ابن شاب الزهري كان كثير الرواية واسع الرواية حديث وري آد ياد بأبذيهن ساد راديت مركي سند أما لو سند لصومر سند كلا أساكو جراء ابن شاب الزهري مرقوع لي حديث كاس نبي عليه الصلاة والسلام وكحرم أي شيء كستا ومعيد يسكو وقاس هذا هل بكيسة ما أنا المغلب ولا لا أنا شامي مت يعني غير المدينة حديث كاس ما يسنين اليوم قال رحمه وعدتني حرملة نحية قال أخبرنا من وهبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع نبي وحو ديدي شيء كستا أو دقاق ومعيدي سخو غارتا قال ابن شهاب وحر ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز علماء الحجاز كما أنا المغلين حتى حدثني أبو إدريس أبو إدريس الخولاني أي واقدم لي شيخ وكان من فقهاء أهل الشام قال الرحمن حدثنا هارون سعيد اللي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قال الرحمن له حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم ركل نوان وشيغا وحدثني محمد رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر أو حدثنا يحمي يحيى قال أخبرنا يوسف بن ناجشون حا وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم رقى صابا كلهم يالو لجد مالك بن أنس ننقل إلى ابن أبي ذيب عمرو بن الحارث يونس بن يزيد معمر ننقل إلى ماجشون ننقل إلى صالح بن كيسان كلهم عن الزهري بهذا استناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالح ويوسف ما أنا فإن حديثهما نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قال رحمه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مادي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السماع فأكله حرام قال رحمه حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بإسناد مثله قال رحمه الله وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعكله النبي ودد عليه الصلاة والسلام شمبر كستاء وعدي وكو غارتله مخلب وعدده وكو غارنا قال رحمه حدثني حجاج بن شعبة قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة اسناد مثله قال رحمه حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نهى أورابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. قال رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير عن جابر حاء وحدثنا ويحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه. ابو خيثمه سؤالكما زهير بن معاويه بن حديج سنه كيف استاذ رادي وحيري حدثنا زهير سنه كان دبنا من حليه هاي أخبرنا أبو خيثمة مركو زهير بن معاوية بن حديج الكوفي عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعي رسولك لا يبان الدرا وأمر علينا وحمد مدحنا وغدي أبا عبيدة بن الجراح نتلقى أنه كهر تغينا عيرا لقريش صفر قريش وشام فيه وزودنا صايعان وحنوسي جرابا من تمر لم يجد لنا غيره وحكل وانا لو هل جراب وتمر جرابك وشيء دنبيل او كلاه ومقار خصميسا فكان ابو عبيد يعطينا من نسي تمره هل مروس جري قال فقلت قال وحدها ابو زبير فقلت جابر حنكيري كيف كنتم تصنعون بها ومحيدين قبل جرتي الحب وتمرة قال نمسها ودوغ جرني كما يمس الصبي عنق يركا سوى حدوغ دوغ ثم نشرب عليها من الماء قد ابن بيا ينكو عبي جرني فتخفينا يومنا الى الليل مالك سلابين كون غفل ندبو يري وكنا نضرب بعسينا ولهنا الخبط جيت الخبط اللي هذا ينكو قراع جرنو ثم نبله بالماء خدمنا عليه انتيسا ايام بيها كوكو يجرنو فنأكله وعمل جرني قاجد درادت قال وانضلغنا على ساحل البحر وحن مرني بربد حيبتي هذا فرفع لنا ميل قرى وحن الكتصي وعلى ساحل البحر بد حيبتي هذا كهي تلك ثيب الضخم وحاد مودو بعاد وميل تورا وين ادمودو فاتيناه وهو معنا فإذا هي دابة تدعى العنبر نسوى بالدابة والنوله لو يقانه العنبر والنبيرية قال أبو عبيدة وحيري ميتة وحيري مركي وروا بختي ثم قال وحيري لا ميا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ميا أنا بختي نغماء هنه أنا وحنا رسول الله القديسة وددي إلهنا وقلت أغنائي وقد اضطررتم وأضرب أطوتين فكلوا عنا كجد إذن هيداهي وإذن بنينا إنا ميتدا عنتا قال فأقمنا عليه شهرا بالبان دل دقنين بويري ونحن 300 سدح بغل بانين حتى سمنا إلى أن عيلني قال ولقد رأيتنا أن نقترف من موقع بعين وححصصتا أنك وكذا أنصنينا من وقب عينه إشي سقط خيرا بالقلال لريو أيان وحنو قد أحسنين أدوهنا سبق يحيح يعني وقب وحل إشو ماشي كفر لذو قدك ماشي أستوى حكب وحسمي سبق بغسا وحور إنتان لري أما وحل ميدا سواقا لري وحل وقر سن إنتان سواقا أظن يعني سبق تدر درسنا إنو يري ونقرنا أحسنين فات وحي المركة ونقتطع منه الفدرة وحن كقوسني إن هلب وعدد ووين الفدرة وعدد ووينه كالثور ودبي عن كيرين ده معنى الدبي مرة لكن عدد ووينه هلبة يعني كقوسني إنه يري أو قدر الثور أما الدبي لاعك قياستي فلقد أخذ منا أبو عبيدة وحنا غسوا بحيه 13 رجلا سدح يتبننوا فقعدوا محو فريسي في وقب عينه إشيسة قد كذا مركو قري دان سدح يتوقف مالي فريسين كرام قري كاملة إشيسة قد قليا سدع وأخذ وحو صاق هذا الدلع عن فير ومن أضلاع فريسة كمذه فقام واستاجيه ثم رحل أعظم بعير معنا ديتنا وحو رفصاري
awrka noogu weyn oo aan wadanayo fa mara min taxti asagoo aan taaban buu hoos maray marka awr keliya maaha awrku waa raran yahay alaabbaa saaran awrkaas alaabtu ay saaran tahay feertii asagoo aan taabanin buu iska hoos maray intii weynan ka qabto watazawadnaa min laxmi hilibkiisa waxaan ka sahay qaadanay washaa'iqa washaa'iq waa maxay waa hilib la qalajiyey ayaan kasii sahay qaadanay فلما قدمنا المدينة ملكة مقالة مدينة نماني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وشغني وقال وحر هو رزق وأرزاق أخرجه الله لكم لا يدين سوى بحيه فقال معكم من لحمه شيء هل بكيسي وحمك ودان قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله وحكم إذ هل بكي وندرنا نبوعنا عليه الصلاة والسلام قال الرحيم حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمي عمرو وحو مغلى جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 300 راكب واميرنا ابو عبيده بن الجراح نرشد وحن ودد وقلينا عيرا لقريش فقمنا بساحل نصف شهر فاصابنا وحن هلال جوع شديده حتى اكلنا الخبط فسمي وحلو به جيش الخبط فالقى لنا البحر بدا وحن صوت فتي ويري دابة وحين وصلت تفتي نالة يقال لها لويقا العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكها حيرتي إذا وانكسف كني حتى ثابت أجسامنا إلى جركين وصال العطي قالوا عرف أخذ أبو عبيد الضلع من أضلاعه فنصبه واتاغي ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه أرخي وضوء سارا فمر تحته هستي سمري قال وجلس في عجاج عينه نفر إيش قلت كذا وحفر يستيق وحددا قال وأخرج وأخرجنا وعير موق بعيني كذا وكذا قلة ودك وعن قصة بحني بويري إيش قلت قلت إيش وعن قصة بحني أنت يا أنت ديري حير اي كبث ذا قال وكان معنا جراو من تمر فكان ابو عبيده يعدي كل رجل منا قبضه قبضه عن طوب عن طوب يوسيناي ثم اعطانا تمره تمره فلما فني مركو دماده وجدنا فقده وينتي سوا دريني على هلك حبه تمرته مركي ان ويني ان وحن اوغاني اني وحن تري جستي قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن جابر يقول في جيش الخوض ان رجلا نبا نحر وحق عليه ثلاثه جزائر وحق عليه سدح نيف وقيله ثم ثلاثه ثم ثلاثه ثم نهاه ابو عبيده ابو عبيده وحق الجوج قالها لين قال رحمه الله حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن غسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزواجا على رقابنا صحيح أننا تنكة هي نصارى قال رحمه الله حدثنا محمد الحاتمي قال حدثنا عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي النعيم وهب بن غسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح فني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود يشوك يعني فكان يقوتنا حتى كان نصيبنا كل يوم مرة قطب نسنجري مركي دنبانا مركسر ودمان روانا هل الحب ينسنجري قال الرحمن حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا الوليد عن ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية انا فيهم الى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كان حديث عمرو بن دينار وابي الزبير عن جاب غير ان في حديث وهب بن كيسان فاكل منها الجيش 18 ليلة ايضا في باوح عنايي هلب كيدا سديدي تبنى بين قال رحمه الله وحدثني حجاج بن شعبة قال حدثنا عثمان بن عمرو حاوى حدثنا محمد رافع قال حدثنا المنذر الغزاز خلاهما عن داود بن قيس عن عبيدة عن مقسم عن جابر
ابن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث نحو حديثهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمور الإنسية iyo dameeraha oo dad la jooga hilibkooda ayuu nabigu raabi alayhi salatu wasalaam. Qala rahmu hadathana Abu Bakr ibn Shaybah ibn Nuwayr wa Zayn ibn Harb qalu hadathana Sufyan ha wa hadathana ibn Nuwayr qala hadathana Abi qala hadathana Ubaydullah ha wa hadathana Abu Tayr wa Hamla qala akhbarana Muhabin qala akhbarana Yunus ha wa hadathana Sa'd ibn Abdul Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum raqas ordan an zuri bi asnad fi hadith Yunus وفي حديث يونس وعلى كجر ومن أكل اللحوم الحمر الإنسية أي كجر. قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حيد خلاهما عن يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية نبوة حرام تنمي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد عبد الله بن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وصالح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد البكري قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا نافع قال قال ابن عمر ح وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابي ومعن بن عيسى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمار الاهلي يوم خيبر وكان الناس يحتاجوا اليها نبي وباهذين ددك وباهذين بيري مالك سيلبك الله باهذين ددك ويكاجسنايين. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن الشيبة قال حدثنا علي بن مسرين عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية قال وعرى أصابتنا مجاعة قاجعنا على شيء يوم خيبرة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة مركزنا محنك عن تكوهينا دميرا وضدك خيبر إليهين ومقالدي كصوب حضي يعني عن تكوهينا فنحرناها وقورعني بويري فإن قدورنا لتغلي لرغين لريهن أيغو كركرا إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخفئوا القدور أم حليها لريها هل الدادية وحكو جرا ولا تضعموا من لحوم الحمر شيئا دميران هل بكوذنا لما أقوليها سكوحنيننا فقلت وحان إيري يا دها نقل إلى هذا الشيبان الشيباني بأوحر فقلت وحن كويري عبد الله بن أبي أوفى وحن كويري حرمها تحريم ماذا ودي ذي 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 عينكا قال وحر تحدثنا بيننا عن لحظة أنك الشيخي سنو فقلنا حرمها البتة قال كم عرادين نبي عليه الصلاة والسلام وحاران تنميي يدو عن لغفيرين مخو مسكيبا لغبحيي ما لغبحنين وحسا يدو عن لغفيرين سجودها نبي النبي الجديد وحرمها قال كنا وحرمها وحرمها من أجل أنها لا أنها لم تخمس قارن وحير هذه وحو غنيمة يهاين غنيمة ذنا جيش كو حولها مكتي خمس كلا جب بحية مكتي خمس كلا جب بحين ساد راد النبي النبي عليه الصلاة والسلام الجديد لكن سيدا سحلا وإن سجودها نبي الجديد أما خمس كلا جب بحية أما يان لجب بحين هل بكذا حرام. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضلي بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي وهو يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا وحن كدرنا في الحمر الأهلية فانتحرنا فلما غلت بها الغدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا الغدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال الناس إنما نهى عنها رسول الله رسولك له وحدد عليه الصلاة والسلام لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة ما يخمس سؤال بحي لغم بحي ما بحانا سيقودها عن يدبو نبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن ابي وفي يقولان اصبنا حمرا دميرا يعني كانت كلنا فطبخناها وكلني فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور ويري لديها هل هذه قال رحمه الله حدثنا ابن مثنى والمشارين قال حدثنا جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال قال البراء اصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور قال رحمه الله حدثنا ابو بكر من ابو قريب واسحاق بن ابراهيم قال ابو قريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الاهليه ونلودي ذي قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر ان نلقي ان نسكت هذا ان نسكت تورنو لحوم الحمر الأهلية نجيئة أيضو عيرينة ونضيجة أيضو بسيلة لبضبع. ثم لم يأمرنا بأكل نبينا أننا مفر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني من غياث عن عاصم بهذا السناد نحوه وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا أدري ما قرن أيه إنما نهى عنه رسول الله رسول الله صوت أوريوي من أجل أنه كان حمولة الناس مية من ودتك جديد وها فكره أن تذهب حمولتهم أنه يقول نعي جديد كودي إنه لعظه أو حرمه في يوم خيبر مسيسك لو حرمي لحمور الحمر الأهلية بوكها الله ابن عباس ما كلاقا نفيري لحوم الحمر الأهلية يعني وحوكوضا لحوم الحمر الأهلية بوكوضا ضميرك وإنما نهى عنه فسكوضا قال رحمه الله حدثنا محمد عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو من إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس وسكوا من خيبر بيستين اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرارا كثيرة دفر بضم بعض الشذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون دبك أن نحويها ووحأت كرين نيسان محين دبك إذين سارا قالوا على لحم قال على أي لحم هي المحية قالوا على لحم حمر على لحم حمر إنسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها وعلداذية اغسلوها جبية فقال رجل يا رسول الله او نهاريقها ونغسلها خورنا داني لبكا يا مرق انتان دادنا ويل كان عندنه قال او ذاك صمرنا قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا حماد بن مسعد وصفان بن عيسى حوى حدثنا ابو بكر بن نضر قال حدثنا ابو عاصم النبي كلهم عن يزيد بن ابي عبيد بهذا الاسناد قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنه رجس من عمل الشيطان أحير وحاران ونشق الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها وحكل حجراه أيضا كركرة قال رحمه حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء النبيين فقال يا رسول الله اكلت الحمر ثم جاء اخر فقال يا رسول الله افنيت الحمر دميري ولا دمي وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس قال وحرف وكفئة القدور بما فيها قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو ربيع العتكي وقتيبة بن سعيد ولفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن الدينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن نبوك وقال هذه في لحوم الخيل فردها مركي لبكود وحلال
قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بكري قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي نبي ونودي وياي. قال رحمه الله حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب حاوى حدثنا يعقوب الدورقي واحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا ابي وحفص المغيات وكيع عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. واذا نبي فرس ما قال انه يلي بكسرعوني. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حوى حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامة كلاهما عن هشام بهذا الاسناد. قال رحمه الله حدثنا يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبه بن حجر عن اسماعيل قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست اكله ولا محرمه. نبي وحر عليه الصلاه والسلام عني مايو من حرمايو وديدي مايو قفنا وديدي مايو من حرمايو ضبكم مركا حقا وحو شبها حقا سورد وحو شبها أبي صدان لي رادو لغليدا يحقا شبها سوردهان لاش وخيري هاي كما دمع وأبي صدى حقا وين مركا روكاس عربتي والغهلا جزيرة العربي مالاس والغهلا ولكن هذا الجوكت الموجي مركب باب كاس يعني عليه الصلاه والسلام لو يجي مركاس وحير انا كنت عوني معي وقفت عوني انا وديتي معي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حوى حدثنا محمد بن قال اخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر قال سال رجل من بوح ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الضب قال لا اكل ولا احرمه. قال رحمه الله حدثنا محمد عبد الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب كلاهما يالو لجيدا سنة كوري ونوغو جوغي حماد بن زيد سنة كان دنبنا اسماعيل كسوى اللي يقالنا اسماعيل بن علي كلاهما عن ايوب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن نمير قوال امي ساهي سامر كاد لابو ايوب يو مالك بن نمير قوال حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج امي ساه سدح حوى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبه امسى حوى حدثنا هارون سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه امسى كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير ان حديث ايوب اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم ياكل ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نقول منبر كسارة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبية سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأوتوا وحالوا كان بلحم ضب فنادت امرأة وين بعد وغد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب بيتري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإني حلال. قال وحر كلوا عنا فإنه أسوى حلال وحلال ولكنه ليس من طعامي لكن راشين كيغا كمد معها. قال رحمه الله حدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي يا شعبي أرأيت حديث الحسن وعن كويدي حديث حسن ابن أبي الحسن عن النبي نبي كوري عليه الصلاة والسلام تردي بكبطي وعسوا حديث انتو كيني وقاعدت ابن عمر بان وحا لفري قريبا من سنتين أو سنة ونصف
وحكوا له سنة أما سنة ذي بر فلم أسمعه ابن عمر ما مغلين روى عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا حديث كان وحناي ومحوياي قال ابن عمر وحوري كان ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سعد بمثل حديث معاذ مرك شعب حليه عبد الله بن عمر وصحابة النبي خمد عليه الصلاة والسلام ولبا لازم الجري فمحن لجوغي بولي لبس سنة قدوات لبلا سنة الحديث كبدا كما عنا نوعلم حسن بن أبي الحسن البصري سوى تابعية يمان تنين حديث دل دلاه حقوقك كياني واي معنية سسوليه قال رحمه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فاتي بضب بالوكر محنود ولا صلي فهو اليه رسول رسولك لا وحوتا عليه الصلاه والسلام بيده كانت يوتاكتي شو عدو ولا صباحا فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة وحين أخبروا رسول الله رسولك لا يشيغ صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت حرام هو يا رسول الله رسولك لا يوم حرام با قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي لكن ماشي عند جنان جرني وضدك يؤيد جنايين للكاس لغمهي لجرنو فأجدني وحان دريما أنيغو أعافوه أن يقول خيق يخسنا أما أنا أقول إبسنا ولكن معني قرأ قال خالد وحوري فاجتررت وسوجيتي ويلكي وكجري بانتان سوجيتي فأكلت أيان عني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال رحمه وعدثنا أبو طاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيفة الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبرنا خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره مرك عبد الله بن عباس هو خالد بن الوليد وإلى مهبرات لابدو ذو هاي واسلة الشأن هي ميمونة با. ميمونة بنت الحارث هي لبابة بنت الحارث الصغرى هي لبابة بنت الحارث الكبرى صلى الله عليه وسلم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس خالد بن هورير بي واحد ابن عباس بن هورير بي واحد فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به وحكى انت اختها ولا شهد حفيده بنت الحارث من نجد نجد بيك كانت روكا صرع ايك كانت فقدمت الضب لرسول الله رسولك لها اي اسود ويسي سيوعنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به وأن يرى النبي عليه الصلاة والسلام يخرج له كانه أو أسكب اللعبة أيضا أن له شيء رشن كان وعين كاس وكل إرادة قدم النبي استعمال جري عليه الصلاة والسلام ويسمى له لون مقعابة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب فقال امرأة من النسوة الحضور هوينتي جواب وحيت أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له أحد قيسين قلنا واحد هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني يمدين قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن نضر وعبد بن حميد قال عبد بن أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وياي وحويري قال حدثنا أبي عن صالح بن خيسان عن ابن شهاب عن أبي أمام بن مسهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكان تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس يا شيخ
نسك يونس وقال يا شاري صالح بن كيسان. وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. حديث كاس حديث لم ذا ميمونة وحاك وريي ابن الأصم وكان في حجرها. سيدة أمرك أنت سبحانه قدرين إنك ليرى صالح بن كيسان وإنت قدرين. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري هدنا يكورنا معمر عن أبي أمام بن سالم بن حنيف عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين والله شيلي بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة مشيين. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن وليد قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال حديث كيشاوي عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس وياي عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد الوليد بلحم الضب فذكر بمعنى حديث الزهري. أول أبو أمامة وحكورنا من شاب الزهري أدنى يا كورنا محمد بن المنكدر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر نافع قال منافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا مسرك واقطا عنفا وأضبا يدور حبا أضبيا فأكل من السمن ولقط وترك الضب تقدرا. النبي عليه الصلاة والسلام أصدق لبسنا ووكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله والكسي بالغعني ولو كان حراما ندوها لنا ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وياي. قال رحمه حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي المستر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة من أراس أي نوع مغال المدينة فقرب إلينا وحو نوكن 13 ضبا صدح التمام ضب ومركز أولى جيدة وليمة العرس وكوضاء فأكل وتارك دتك قيب كميدة وعنين قار كميدة وكتغين. فلقيت ابن عباس من الغد مالك مالك ابن عباس ما لك الموه فأخبرته وشيغي فأكثر القوم دتك بقصح من حوله حتى قال بعضهم قار كتبة وعرادين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل ولا أنهى عنه ولا أحرمه. نبي صفير عليه الصلاة والسلام وياي. فقال ابن عباس وحر بئس ما قلت محتر هذين حما مركا لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. أنت اسم ديبا إلا ذاي أحد ديبا ملا أنا وعني مايو عدي عنين أدي ذي مايو ما نحاران تني مين هاي أنت صحبكم مجبنا. لكن مصنف ابن أبي شيبة وحقصه أراري لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه. شيلو دمر كماشي كجستا واحد ولا أحله. فقال ابن عباس وحر بيس ما قلتم ما بعث النبي نبي لا مصدر ما بعث النبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما وحي حلالا إنه حلالا وحي حراما إنه حرام تنمية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة أخرى إذ قرم إليهم وحلوا كان خوان حير عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله قالت له ميمون إنه لحم ضب فكف يده وكعنت عشذين وقال هذا لحم لم أكله قط ولذا تكهر معونين. وقال لهم عكل كلوا فآكل وحير فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة وعت لا أكل من شيء إلا شيء ما هنا يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ملك عليا يدو حاران هان لها النبي عليه الصلاة والسلام صار موصن به لهين واي سأسول الجيدة واي هاي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.